افتتها لهم تراهم يصلحونها بدون العلم البلديه. افتتها يا مطحن. هلا ابو صلاح. وش اخبار العروسه؟ صرخينا جايه الانجز. وش اخبار الكوره؟ فاز المنتخب. محمد. ايش تبي يا سليمان؟ وش اخبار البوص؟ نبي نغني للصبح منتخبنا. ايه؟ تتن بطلته بس هو عيب يبطلني. وش اللي هو؟ انت ما عندك اراده. لو عندك اراده كان قلت ابطل التتن وبطلته. لكن قل لي، من اللي علمك التتن؟ من غيره، الجحوش اللي في المدرسه. أفا أفا. الواحد منهم اطول من ابوه وتوه في المتوسطه.
لا ويعلمون الطلاب الصغيرين امور الشينه اشيل من الدخان. وين المدرسه عنهم؟ صح كان المدرسين نفسهم يدخنون. كلام فاضي. المفروض يكون فيه في المدرسه اداره واعيه تمنع التدخين وتحاصر الجحوش اللي يعلمون العيال الصغار التدخين والعلوم الرديه. هذا قلته. بعدين الاداره الواعيه تحتاج صلاحيات. والله مشكله. صح؟ لا والخافي عليك اعظم. شلون؟ في المدرسه تصير اشياء خطيره. بس من يدري؟ ها؟ واللي يدري يسوي نفسه ما يدري. طيب ليش؟ يخافون. امحق مدرسه. امحق امحق. امحق. يصير درس النهارده. تعال يا زفت. اكيد انا زفت. اكيد. لا تعكر يا. نعم يا دكتور. شوف يا ابني اللي عجبني فيك انك عارف نفسك ومريحني قوي قوي. يا مريحني. بس يا اولاد. يا مريحني. شوف يا ابني انت ما عندكش حاجه. انت كان عندك شويه اكتئاب وزادت خلاص. والله بصراحة يا دكتور أنا مبسوط من يوم جيت مع الإخوان. عشان هم بلسة وأنت إبليس زيهم. يعني لقيت الجو المناسب لحضرتك. أحسن خليني في إيده معهم. نعم نعم. تعال يا زفت. شوف جديد ترسي يا ترس وحديد يا ملف. حديد أدي هلا هلا. تقل هدبك جاي مع ضامك. وفارق احسن لك لا دي لا ركب. قلة الادب بتاعتك دي جاتك البلد شكلك منك له 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 ارسي حديد وما حد يخش. يا عين اهدى. ازاي انت وهو زعلت الدكتور نهاركم اسود. على فكره شخص ايوه انا ما كففتك من شوي. لا ما كففتنيش ولا حاجه. وبعدين احنا مش عاوزين صقه ولا اه. علي. نعم حبيبي. نعم عطنا اياه خل نضيق صدره ونوسع صدورنا عليه. حتوسع ايه وتضور ايه يا روح. شوف هتشتغل ترزي هنا؟ لا يا شيخ لو اشتغل ترزي كان خيط سمك. تعال. مش حاجة. تعال. قديمة قديمة. قلنا لك تعال. يا حنن يا حنن. وترى ما تجي يا ولد ها؟ أمسيه يا عريس. عريس؟ جينا في اللي ماني بواديه. ليش؟ يا اخوي انا متعقد من العرس مرة واحدة. لا 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 يا اخوي مالك حق. شباب في احد ما هو بيب العرس؟ لا والله يا زين العرس. زين العرس. اسمع يا ابني الجواز نص الدين. انا اشهد. لا وتصير رجاح. شلون؟ الناس يحترمونك لنا عرست. يحترموننا؟ ايه وهو مثلنا كلنا حاقرنا. الجواز يا ابني للجدعان. شوف القدعه. انا مو بليزك في عاقل يا غرس هالايام. الواحد 100,000 ما تكفيه مهر. ومالك مالك حق يا خالد تاخذ هالفكره ذي. اعزم وتوكل على الله. من قام قام الله معاه. صح؟ هو صاد خالد وحنا نبي نسلفك ولا جينا نعرس وتسلفنا. اعرس ولا تشيل هم. شلون ما اشيل هم؟ خلونا نبدا بالترتيبات. اي ترتيبات؟ اهم شيء العروس. وين هي؟ موجود يا عيني. ما تبي مطربة للعرس؟ اي والله وين القاها؟ موجودة تفضل معي. تفضل. توكلوا على الله. وشذا مرجة ونور عصيدة وحول الشافعي.
ما شاء الله هالعلم واكرم اقول سم. وين احنا فيها الحين؟ على الحدود المتاخمه في مدينه الرياض. ايه ولا عاد ما اسكت انت ابد طال عمرك ما ادري شيء. شنو المعرس؟ المعرس ولدي طال لي عمرك قلنا كود لو تجي تغني في العرس الليله. ايه بابا يا بابا فابا فابا غني في مسحك كوم راح كذا راح. العرس في الفندق؟ العرس؟ اوا لا والله العرس في البيت. ابو وين؟ العرس البيت. البيت طين ولا بلوكو؟ البيت بلوكو. ارخص شمزين ولا لا؟ ما رابيع ما رابيع على هالقد. شوف ولدك ايش يشتغل؟ ايوه الله هالولد موظف. وي وي ولد موظف. شوف العسى عليكم. الله يشعرك. طيب 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 شوف تجيب سيارة؟ ايه صالون؟ مكان داش؟ وفي بو ستاير وفي بو تلافون. الصالون والله عندنا صالون لكن ما في تليفون. في راديو. دبر حالك احنا عندنا حفلات في باريس وفي لندن وفي لوس انجلوس ما يفوت. راح الحفلة فين الحفلة في لندن؟ عندنا حفلة في حديقة الأرض كذا. بعدين احنا عندنا كازينو تخفيض والحقيقه احنا نبغى نغني باي ثمن. سمعت مني عشان نغني عندكم ب 30,000. يلا 30,000 هون تعال يا ابن الحلال لا تصير عدل وحديك ما راك تقعد بقعانه على طول. 30,000 قصيت الباب خلها تفاهم معها الله يهديك. كيف اقول يا ستي؟ ما شاء الله ما شاء الله انت فنانه فاهمه. ميرسي. ساعديه شوي. وابوي بعد 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 شوي بعد شوي بعد فمك كلها تروح كذا. شوف يلا بعد شوي بعد شوف مرانا ظروفك شنغني عندكم ب 20,000. يلا ما يقدر عليها يا ابوي حلال الله يهديك علشان خاطري ساعديه شوي. خلاص شوف علشانك رجال اقماش ومركب نظارة شغلني عندك ب 10,000. بغيتهم بغيتهم ما بغيتهم مع السلامة. مع السلامة. شكرا جزيلا. 10,000 وشكرا جزيلا. اسمع كلامي هذه مسويت الاوكازيون تخفيضات اقل من كذا ما تلاقي. يعني موافق؟ موافق. وافقنا والشكوى على الله. وافقنا والشكوى على الله. غصبا عليك روح. Thank you.
ألف ونصفها سلف وقرض من صندوق التنمية العقاري واخرتها يطلع لي هالوجه. وين اودي وجهي من اللي تسلفت منهم بس؟ لا واكيد اكيد تطلب علي خدامة وزواج وعيالي، عيالي يطلعون مثل هالوجه. هو انت عرس؟ هو انت عرس حطوك قروشي؟ انا اللي معيه ما بيك يا الشين. بس هذا خصموني. المدير جاي دلوقتي، كل واحد مكانه. المدير يلا كل واحد مكانه. ايه الحاله ده؟ ايه البلاوي دي؟ التفريط سبب موت شعب. نمشي شيء معاك. اختبار في الرياضيات المعاصر. حسبي الله عليكم. منكم لله يا ظلمة. يمهل ولا يهمل. الله يعصر قلوبكم. اخ لو قام اللي فكر فيها كان اخوه في بطن. خوض يا علي خوض. اختبرنا اليوم في الدرس الرابع. وش حنا مسويين لك يا استاذ؟ لزين
زيد يا ثاني يا مجدري لك البلك حق الفلة. ايه بس ما زودته شوي ثاني جاه. سمحت. شكرا. يلا الان الاختبار من غير صوت وانا براقب عليك. من راقب الناس ما تتمه. اللي غايب يعتبر ساقط. نص الفصل فاركين يا استاذ. معليش خلهم يسقطون كلهم. استاذ حرام عليكم. السؤال الخامس ما هو في المقرر. وصاد فقرة ها. يب السؤال الخامس ما هو في المقرر يا استاذ حرام عليكم. اي سؤال؟ الخامس فقرة ها ما هو في المقرر ولا مر عليه. الخامس فقرة ها. معلش تصرف فيه حاول تصرف. شلون اتصرف يا استاذ ما اعرفه. طيب معلش عاد لا تفشلني انا ما اعرفه بعد. الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت الاستاذ؟ نعم. هذا طال عمرك خطاب جاني منكم تقولون فيه راجعنا ولدي يدرس عندكم تقولون فيه نرجو مراجعتكم لنا. الحين اللي في الورقة ذي ولد؟ اي نعم. الله لا ينعم عليك. افا عليك. اي نعم وراه. لأن ولدك يا طويل العمر ناجح من عندنا له سنتين في الدين. ولدي نجاح. الله يبشرك بالخير. الله يقشرك بالخير. الله يهديك انت. يا طويل العمر ولدك له سنتين ناجح وتوك تيجي تراجعنا توك تفضى. يا ابن الحلال انا ما بحضر مجلس الاباء ولا ادري عن ولدي. انا مشغول رجل اعمال. وبعدين ارسل السواق بدالي. لا زين اجل تفضل. الخطاب هذا يخلاه معك. وروح للثانوية اللي ورانا دور ولدك فيها. يلا تفضل. الثانوية اللي وراكم؟ نعم. الا بس ابنشدك. نعم. ولدي هو توظف. الحمد لله رب العالمين. ايه توظف واليوم يصرفون الرواتب. روح اقبض. ما شاء الله. مبروك يا اخي. الله يبارك فيكم. اقول يا عيال ترى العشاء باسر عندي عزيمه النجاح. تم لا ابشر ابدي. ايه ما شاء الله. هذه النماذج الحلوه من اولياء الامور. لا ويطالبون بمجلس اباء بعد. وين الاستاذ اللي تقول لي؟ وين انت عاقل؟ وين تلي الحياه؟ وين تلي المخافة الله؟ خلني اشوفك. وين؟ حراج داخل حراج. وين؟ ما عاد الا نقول تم نقول. استاذ محمود الله لا يرحم دمره خلي اشوفه بس يا ويلك مني. واذا شفته وش تبي تسوي به؟ ايش تبي اسوي به؟ ايه ابي اخوض في بطنه ابي اطقه ابي افصله ابي اتمرغ في بطنه. ايه يا حليلك. وابي اسفره بعد يا حليلك. فوضى هي بيت ابوه. تبي تطقه وتبي تخوض في بطنه وتبي تسفره ما تستحي على وجهك. يا هلا تصبحي بالخير. مين ميدك؟ ادري انك ما تميدك. اي انا ميد. انت عاقد؟ ها؟ انت عاقد؟ المتعاقد اللي تقول عليه اسمه الاستاذ محمود. اي وهو من خيرة المدرسين ومربي فاضل عندنا. لكنه تعدى على فلذة سبتي. اي الاستاذ محمود مواطن طلبه في هالبلد. يقوم يطق ولدي؟ تبون تعقدونه؟ تبون تحطمون كبرياءه؟ هالحين انت يوم انك قمت تنطط عندنا فيها. من هو ولدك؟ ابتا! يا شيخ بني! جابك الله يا ابوي! طقوني وعقدوني! يا بعد عمي يا ولدي! هذا حمل وديع ذا؟ اي هذا
جمل فظيع ذا. هذا حق الولد؟ اي ولدي. اطلع برا. جنين امه. سن اطلع برا. وين هو له؟ برا. ها؟ تطردني؟ يكون في علمك. اي اطردك ويكون في علمك. ترى الاداره ما تسمح لاي واحد يجي يتلفظ على المدرسين هنا. زين زين يصير خير. اما انا قلت ولدي من مدرستكم الفاشله ما نجيب ابو علي ليوه. صحيح. فطلعه وانا ابوك. فطلعه. مع السلامه. ما تستحي على وجهك الحين الاستاذ محمود الطيب الخلوق تروح تشتكي لابوك هذه لتع ذا وش يا استاذ تحمد الله الحمد لله على كل حال بعدين هذا محمود قسم بالله يبي يعقدني شف الحين هذا مؤقت الان يرضيك يرضيك على كذا علي نعم انت من يعقدك انت والله محمود بطل الحركات هذه روح اجلس محلك يلا شكرا كمل يا جماعه أستاذ خالد هلا الراجل الشراني اللي كان هنا مشي يا أستاذ محمود ما عليك منه ولا تخاف ولا يهمك أنت مواطن طالما أنك في هالبلد واللي يمد يده عليك تكسر ربنا يخليك يا أستاذ خالد يا اخوانا ده في طالب فتح كرش الاستاذ عشان قال لي صلح الغطره قدامه بالمدير انا قلت لعلي ليه وري حسك بس ادي الحكايه كلها يا استاذ مالك مالك و علي ليه نعم يا استاذ تعال هنا تعال يقضى البنزين رايحين جايين تعال هنا وخليك مؤدب نعم تاسف الاستاذ محمود اسف يا استاذ علي نعم تاسف زين اسف يا استاذ ربنا يخليك يا استاذ خالد ربنا يخليك معلش اذا عاد يا استاذ محمود مره ثانيه قل لي وانا دلوقتي يا فندم يعني تحب اخذ الحصه دي بدل سعادتك كيف؟ بقول يعني الحصه دي اخذها بدل سعادتك يا فندم والله يا استاذ محمود جيت في وقتك زي. انا هالايام متخبر يعني يا عمر ودي اروح اشوف يمكن المهندس يطلع اليوم يقول لنا الدفعه الثانيه فبس خلني اخذ الاوراق من هالشياطين تفضل يا فندم خليك عندي تفضل اشوف تعال بس سؤال ثاني سؤال خامس بس باقي سؤال واحد بس سؤال في الصبح وانت تجاوب حرام عليك سؤال خامس بس نخلص هذا سؤال ثاني حرام عليكم ما في قلوبكم تفضل يا استاذ شكرا يا استاذ محمود سلام يا فندم انتبه من الشياطين هذول وحصل شكرا عليا من قوه دول شكرا ودلوقتي يا شطار حنقلب درس العلوم صعب 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 ما فيش حاجه اسمها صعب ابدا هشرحها لكم وتبقى سهل ان شاء الله خلوكم معايا رياضيات معاصره وعنوان اذا اجتمع الاكسجين بالهيدروجين كون عنصر الماء مدرسة يا خال وانت مين؟ جيعلي ميمك وبيك في الجنة جيعلي عمارك يطول أبيكم ما تطقون ولادي ولدت؟ من هو ولدت؟ ذي هذا ولدت مطحن؟ إيه واللي سلمته تيب وضعيف هذا ضعيف ده؟ أجل وش أصير أنا يا مطحن؟ من اللي طقك؟
ما طقن ما طقن يا حد. إلا والله طقينه بس هو مستحي. طيب يا خاله خليك تفهم معه. تكلم يا مطحن، من اللي طقك؟ طق 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 الأستاذ التربية. جعل الملح يشقق مصرانة. يا خاله خلينا نتفهم معه. ليش طقك أستاذ؟ أصلا جاء ولقى العيال مسوين فوضى. أيوه. قالوا بطقكم كلكم. طيب انا استاذ ما سويت شيء. قال افتح يدك وطقني. شف شف ايديك كلها شخوط من طقه، جعل من طقه لانك تخفس عيونه. طيب يا شوف يا شوف. عمى 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 عمى، وشو طقت به؟ طقني بالمسطره واقفه. انا عندي حساسيه ويدي الحين توجعني اكثر. طيب يا مطحن، يوم انه طقك ليه ما رحت للاداره واشتكيت؟ اشتكيت على المدير؟ قال المدير لو ما سويت شيطانه ما طقك وطقني وبعد. طيب انا ماني برائد فصلكم وراك معلم مدير. كلكم تطقون يا سامي. كلهم بعد يطقون جعلي ما امسك. صدق الله. اي وانت صاد يا بعد عمري يا ولادي. وين تبينا الحين جلستي فينا؟ تبين تجيبي لنا فضيحه؟ والله انت تعبان وانا خارج. طيب يا خالك بس هذه مدرسة ما يصير تقعدين كذا. لا تزعلي، أنا بقابل مدرس التربية وإن شاء الله أنا ما عدل. جعل ما يتربى له جنين بسلامة المسلمين. يلا يلا يا خالة عاد اطلع الحين ما نقدر نمسك. الله يطول عمرك ويبارك فيك، جعل ما أشوف يومك. آمين. الباب منا منا يا خالة منا. أمك أمك أنا احترم نفسك. إذا انطحن ينطحن حد يقوم أم المدرسة يا ابني. اصلك يا استاذ ما تعرف ظروفي يا استاذ. وايش ظروفك بقى؟ ابوي متوفي. الله ابوي متوفي. الله اسمع ايش غلبك؟ ابوي متوفي الله يرحمه، وامي هي ولية امري، يعني هي اللي تراجع لي. معلش ما ادب نرجع تاني العلوم. لا لا يا استاذ، الولد ابوه متوفي ما ندرس. صحيح. اسمع خلونا نشتغل. كنا بنقول اذا اجتمعت اوكسجين. استنى الجرس. موت يا استاذ موت موت. والبارحة يوم امرح الخلق شقت جميل ودمع العيني مني يهل على اللي يسوي الطيور. خلي خلي غني غني عيني يا ليلي. نعم. وش القصة الجاية علينا؟ والله ما ادري. اقول لك ولا تغني؟ ابد. ترى صوتك يصلح لما تحت، لا تغني جاي. بعدين يا صلاح. بس اوه الجدول الجدول. حصلت استعلم حاره. حصلت استو. يا ولد ممنوح. ما يمديك ينحاش. ما يمديك ما يمديك الله جاي. Ha 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 ha
الان. دبوس Thank you.
بيه ما بيه ما بيه. الله انت هو بتاعك مش بتاعي. طب اسمع، هما كل يوم تاخذ الدواء بدالنا، كل يوم تاخذ بدالنا، اخذها اليوم يا ابني. عييت من كدر ما اخذ الدواء بدالك. الدواء علشانك انت، علشان تخف، علشان تبقى على العال. خذ الدواء يا ابني. ولو قلت لك ما بيه ما بيه ما بيه. وبعدين معكم يا اخي، الواحد ما يعرف يقرا شعر فينا. وش راح مشتري؟ واه شد عليه. قاعد تقرا لي تليفونات كل شهر انت وجهك. لا ايش قصدك يعني؟ حمار ما افهم. قلع قلع انت ما تفهم. لا ايه مسوي حلق الكتروني على الضعوف، لكن علي انا لا، انا اللي اعرفك زين، ما عندك سالفه كذا. ايه انا ما افهم. ما تفهم. طيب اذا ما وريتك يا صالح شوف على ما بخيرك اركبه. ما افهم. ها يا ابني يا صالح يا حبيبي، خذ الدواء يا حبيبي، خذ الدواء. قلت لك ما بيه. خذ الدواء يا حبيبي. ما بيه. خذ الدواء يا شيخ عشان تطيب من مرضك. خذه. انا ماني مريض. الا مريض، الدكتور يقول عندك مرض المانيا. واه اشهد عليه. المانيا يا الظالم، المانيا بلد ما هي مرض يا جاهل. اشهد عليه. ادري انها بلد، لكن فيه مرض اسمه مرض المنيا، وهو يعني جنون العظمه. بالعربي انت مغرور ولا مربيك الا انا وتشوف. عزوفين اللي اكبر منك يا تعبان. لا نشوف من يربيك، انا ولا الدكتور محمود. شوف الدكتور محمود، الدكتور محمود لو رجعت له وانت ما اخذت الدواء حيوديك بيت نوم. طب ليش ترجع له معك الدواء؟ اعمل ايه يا ابني؟ مثل كل يوم اخذها علشان تطيب. يا ابني عييت من كثر ما اخذ الدواء بدمك. اعمل ايه يا ابني؟ صدقني بتطيب في الاخير. يا سلام. ايوه ها رج الدواء، رج الدواء، رج الدواء. خلاص ما هو مش ها باين عليه اشتغل يا ابني. تمام. انت مين؟ انت مين؟ انا المدير. مدير السكه. ايوه المدير السكه. امشي يا شيخ روح. انا عارف السكه سله يا انت ما انت ها. يا ابو زروع يا قارب. او 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 حليلك تنك تليب. او صدق انك قاهرني من زمان. لا يا شيخ والله ورا ما قلت لي. مشكلتي اني لا ودي اقول لك، بس لا قابلتك نسيت. ودي اطبخ يا رب. شوف اسمع مره ثانيه لا عاد تنسى، فاهم؟ لا ايه على فكره. نعم. ترى ابوك مقابلني اليوم يقول لا عاد يجي البيت متبري منك. صحيح. كذاب كذاب كذاب. لا ايه كذاب. لا. علي. نعم. صدق هذا عظاظ وياكل اوادم ذا اللي تشوفه قدامك ذا؟ اعوذ بالله. لا تصير مهب، في احد ياكل اوادم؟ فيه، ليش لا؟ عائلتهم ايه؟ عائلة ليا كلهم برجل واحدة يسرى، واليمين خشب ما اكلها لك. صدق ذا المهب. رجعي! رجعي اليمين! يا دكتور! يا عسكري طلع رجلي احسن لك. فيك انت؟ طلع رجلي. لا انا مو على مين؟ لا تصير مهب، رجلك دوك ياها قاعد عليها. صحيح. يخاف بك. لا حطيتني مهب يا خالد الله يسامحك. لا 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 بس لا يضحك عليك. اسمع انا شايفك تمشي على اربع، وين راحوا الثنتين؟ صحيح وين راحوا الثنتين؟ ايه اي صح كلامهم ذاك. انا بقول لك لا يا حبيبي. ايه عندك ايه؟ طالع رجلين يا صحيح. يخبر اعطيك خبل. لا تعال خبري بايعها. ايه عط رجلين ما شاء الله. طالع رجلين احسن يا مدير. انا فين على اليور هذه؟ انا اللي حط زي تلقين لو سمحت يا خالد. وين في؟ تحت من السرير. يما هذا؟ لا هذا زيت بخير. عط زيت تلقين يا مدير. ده؟ ايه هذا ده؟ ايه ايه الحين اشرب ولا تجيم بعدين اخلط رجلين انت راسك. لا انا ها انا ليه؟ انا ليه؟ على فين على ليه ورا حبيبي؟ طلعهم افتح طلعهم. حتعملوا بالولا ايه؟ سيب الولا انت، سيب هذا قاعد، سيب قوم يا ولد قوم 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 اقف. مالك انت؟ تعملوا ايه ده؟ هذا زيت كير. خلي يطلع رجليني. يطلع ايه؟ رجليني اقول. تكلم
بدينا يا سيد. ناصر وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ انا ابد قاعد تفك بينهم، شفتك بطقه انت فكهم. اه منك انت راس البلاط، سيبه يا ابني امش معايا انا اعمل لك غسيل معده. خليك بدينا يا سيد. بدينا يا حبيبي. وراه وراه. خالد راح يغسل ويشحن. شوف بس لا منه جاء تكة مرة ثانية قلنا طلع رجلين. أفا عليك بغرنا. أفا عليك ما غيرت له وجيه جديدة ما كل يوم. أنا لا شوف طلع له وجيه ما تغير له وجيه هذا شغلي، بس أهم شيء عيونه أنا ما تهري إلا عيونه. طلعهم طلع عيونه وأحط لك بدلهم شمعات. على مين؟ شمعات جدد على مين؟ على مين ورا رزق على الله. يا حلوين كشف النظر. الله دكتور ايش عندك؟ كشف النظر يا ابني. كشف النظر. يلا يا تنابله. يا تنابله. امسك سيرة. كشف النظر يلا. سيرة سيرة سيرة. بلا صدق. انا بدخل النظر. انا بدخل. جاي دنجا. ابون يعطونا رخصة سواقة. ها؟ ايه بيعطونا رخصة سواقة. وبيمسكونك سيارة طال عمرك. ها؟ علشان تصق لك أي عمود ويتخلصوا منك يلا. وين المدير وين؟ اثبت. وين الدكتور وينه؟ شاهدك. ها؟ انت عايز ايه بسيبني؟ سيبني روح على مكانك يلا. وين افعل فيه؟ هناك تحت البرهب. وراك انت سيدي وراك انت. ها؟ يا ابني غور هنا. اسمك علينا ها؟ يعني انا سالك دكتور؟ انا بعد دكتور ها؟ هذا اكشف عليك. يا ابني انت مريض واهبل وعندك انفصام بالشخصية وعامل لي عنتر. لا انا اسمي حمد. روح ربنا يهدك. بس اكلها بلخة. يلا انت حييك. شلونك؟ يا هلا والله. اقول يخبروني ويخلوني اسوق. ايه انت خدم مريض وكذا. هي بس اخوك كريم عيد. ها؟ كريم عيد الحين من خفسه والدعم من حاسه. ما عليه يعطونك قلاوي. قلاوي؟ ويخلوني ادهر بالشوارع. والله من الرصيف من الامره بعد. اي والله الله من الرصيف. وين اروح؟ فيذا على الرصيف الثاني. اقعد فيذا. اي فيذا لين يجيك ساك اطمر الرصيف. اطمره؟ حمام بس بسم الله. لا تشوف انت. انا ولا تشوف؟ انا اللي ما بشوفش يا ابني. طب روح هناك غور. انت لزق قوي. انت تنفخ علينا ها؟ يا شيخ روح انت لزق قوي. هو صحيح يا اخ خالد بيعطونا رخصة سواقة؟ ايه صحيح يا اخ مطحن، وثاني مره لا تكلمني بادب لاني انقهر. بس انا يا خالد نظري ضعيف ضعيف جدا. قلنا لك ما هو وين راح؟ ضعيف جدا لدرجه اني يلا اشوف اللي قدامي تصور. يا اخي قلنا لك ما هو مهم، وش فيك انت؟ درجه اني يلا حتى اشوفك انت ومغبش بعد. انا مغبش؟ ايه هنا. عمية يا اخوي انت ما تعرف معاناتي. انا ما احب البي الا النبط. تصور يوم عرسي اللي طبعا ما تم خليت العروسه ومسكت الربعيه. صاحت امها خليت الربعيه ومسكت امها. صاح ابوها خليت امها ومسكت ال مسكني وفقع وجهي وطردني مع الباب. حسبي الله عليك عمش. تعال يا فيذا اقعد بس شوي شوي شوي. اقعد فيذا لين يجيك الساعه. يلا كلكم وراك تعال من طريقي. انا اللي باقي في الطريقه. ورا كرسي قال انزل. ها يا ابني غور هناك غور. يا وجع ربنا عندك. اقعد يا اخينا. سم اقعد اقعد. ايوه تبي تبدا ابي. ايوه يا حبيبي حظك زين. وش بتسوي؟ اختبر نظر عينك. العين اليمنى ولا العين اليسرى؟ التنتين. ابكي معصب. ما فيش حاجه اسمها معصي. اقعد. لا تنفخ على انا وتوحشنا. اخوك كريم عيد. يا سلام. اي وانا كريم الحسب والنسب. ما فيش حد محترم غيرك. قعدنا قعد. بص معايا. وشنو؟ اقول بص. وين هو؟ انتبه هنا اهو. ابكي انتبه ولا بص؟ يا ابني اسمع الكلام اللي هقوله لك. سم. اولا ايه تحط ايدك اليمين على عينك الشمال. ايه
واختبر وتقول لي يعني فتحة دي ده فتحة الدايرة ده منين؟ ايه وبس بس بقى اقول لك تبدل تقوم تحط ايدك الشمال على عينك اليمين ايه وخلاص اختبر نظر عينك الثانية مفهوم؟ ايه بك يا دكتور بدل تنظمك مش عايز كلام ها حط ايدك على عينك احطها ايوه حطيناها قول لي ايه فتحة الدايرة دي منين؟ فوق ودي تحت ودي زبلة يعني ايه زبلة؟ زبلة يعني طال عمرك غرب يعني يمين اي صار ودي؟ ودي يسار يعني ايه يسار؟ يعني شمال ما تعلم شيء طيب بدل سم بدل بدل كويس يا حبيبي لا مش كويس انت عملت ايه؟ ما بقيت بدل ماشي قول لي فتحة الدايرة دي منين؟ فوق ودي؟ ودي يسار ودي؟ مطلع شمس يعني ايه بتاع شمس ده؟ مطلع شمس يعني شرق يعني يسار شمال تفضل يا حبيبي ها ناجح ستة على ستة كل عيوني ايوه يا حبيبي اقوم ايوه اللي بعده بسم الله اكيد اكيد انا اللي بعده يلا يا حبيبي حط ايدك على عينك خالد ها تعال فين ما اشوف وشلون اشوف وشو ما اشوف شلون اشوف اسمع ايه يا ولاد واحد واحد طيب امشي حط ايدك على عينك وقول لي حط ايدك ها بص فتحة الدايره دي منين هو بيقول ايه يقول تحت صح طب ودي؟ هم لم 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 يخرب بيتك هو بيقول ايه؟ يقول يمين صح طب ودي؟ هم لم 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 يا دي النيلة يا دي النيلة النيلة ده بيقول ايه؟ وانت وراك الدكتور ولا تسمع عسكة؟ انا بسمع كويس ايه يقول لك شمال يا اخي طب ودي؟ هم لم 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 ربنا يخرب بيتك هو بيقول ايه يقول فوق يا اخي صجيتونا ستة على ستة ناجح على ستة اللي بعد اللي بعده سم سم انا يا دكتور يلا حبيبي خذ امه على طول يا دكتور ما تقول شيء الخط الاول يمين تحت فوق الخط الثاني شمال تحت يمين كويس ها في شيء ثاني؟ ستة على ستة حبيبي خالد ستة على ثمانية ما شاء الله عليك اللي بعده أنت عايز إيه؟ أبغاك تقول اللي بعده هذا اللي بعده يا ابن النيلة طيب يا حبيبي روح اقعد على الكرسي اللي هناك وين الكرسي؟ بعيد ذاكر الكرسي أنا ما أشوف اقعد اقعد اتهدي ترزع ما تتحركش خالص فاهم؟ بس يا دكتور ولا كلمة حمار همك قولي فتحة الدائرة دي منين؟ الدائرة من هي عنده الليلة فتحة الدائرة دي منين؟ الدائرة لعبتها ايوه يا حبيبي اللي بأول السطر من اليمين وش سطره؟ اللي على السبورة وش سبورته؟ بس حسي وش عقب ما في سبورة ها يا ابني الجهاز اللي جنبي انت وينك فيه؟ انت اعمى وما بتشوفش خالص انا اشوف احسن منك انت ساقط الساقط ولا ما تتفوش كده على الواد وانت عينك مفنجله يا باي خور اسمع يا يا دكتور تسمع تسمع تعال 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 يا حمد تسمع اتدخل شوي عايز ايه يا خالد بس شوي تفضل اقعد يا حمد اقعد كده ها ايه زين ايه ممكن تعطيني اذا اصلي معك تفضل يا حبيبي وخر عاد شويه خليني كده هنعمل ايه حمد ايه حبيبي ها تشوف الدكتور اشوفه حمد ايوه شوف شوف يا دكتور شوف ها تشوف الجهاز اللي جنب الدكتور الحين شفت الجهاز يلا شوف حمل نعم تشوف الخط الاول اشوفه اي تشوف الدويره اي وين الفتحه معك الحين صار معه فتحه فوق صح طيب الخط الثاني ايوه الدويره الاول تشوفها اشوف وين الفتحه معه تحت
والله صح. لا دليل انه صح. بعد الخط الثالث، الفتحه اللي في الوسط، الدوره اللي في الوسط، والفتحه معك يمين. والله صح. خالد سم، انت تعبت ايه؟ قول لي شخص. هذا مخه مركب شمال. دكتور قاعد من الصبح صجيت. حمد. ايوه يا دكتور. حبيبي يا حمد، مش فتحه الدايره دي اني هذه شمال. صح. طب ودي يمين؟ والله صح. طب ودي تحت؟ كلمني هنا، انت شفتها ازاي؟ ها؟ انت شفتها ازاي؟ انت وين رحت انت؟ يخرب بيتك. يفتح الله. اتفضل، النتيجة ناجح 6-6. يلا خد لك البلد في شكلك. اقعد، حط ايدك على عينك. حط ايدك على عيونك. لا اجي افقع عيونك يا حبيبي. يا خالد ده انت اللي فيهم. اقطع وخص. اقطع خص. قول لي يا حبيبي، فتحة الدايرة دي منين؟ حنا حنا حمي مين يا اخوي؟ فتحة الدايرة دي منين؟ حنا بني وندي. وردي وردي عليك وعليا. بقول لك فتحة الدايرة دي منين؟ شايف دوائر حمراء قدامي يا دكتور. ومن انت الكلام ده يا ابني؟ من يوم ما سكوني زيت القير. زيت القير ايه وبتاع ايه؟ بقول لك فتحة الدايرة تقول لي زيت القير؟ قول لي فتحة الدايرة دي منين؟ فتحة الدايرة؟ ايوه. مالها فتحة؟ قوم من هنا، قوم قوم. كرسي فوق. قوم اضربك على وشك. قوم يلا. طلع رجلي يا سيد. اقول لك ما معي رجلين. طلع رجلين. لا تصير مهب. طلع رجلين. يغلط. انت تخين، سيب الواد وقعد مكانك. انا؟ ايوه. ونطرك يا شيخ وجدك يا واد، ونطرك وحوصك وخرطك الثاني حبيبي. عدين عدين. ايه الحضور يا بنادم؟ ما تتكلم عربي. واكسر دفرنشك بعد. اتكلم بأدب، أنا دكتور فاهم؟ لا جرابوكس. الجرابوكس دي، اتكلم بأدب. لا دكتور أفهم، خوفتني يا شيخ، يا شيخ روغ. إيه روغ دي؟ إيه روغ دي؟ عايز أفهم روغ. أيمن حديد. أه يا دكتور. أيمن عشان كل شيء تمام؟ كله يا فندم تمام التمام، العيال دول نظرهم ما شاء الله 6-6. إيه، هذول عيونهم حارة، مشافيح. مشافيح، مشافيح. على شوفة حبايبنا مشافيح، مشافيح، مجاريح، مجاريح. بس يا ولد عم عيونكم. عيني علينا علينا السعود ما شف طريقي. عيني علينا علينا فرشنا كل فريقي. بعدين ولد تكبر. صحفيه انت وجهك. الصحفي بتاع الصحاب. تفضل يا دكتور. اي فندم. سلام. وانت ساعد الدكتور. يلا تفضل. حاضر يا بيت. حاضر اهو. يلا نشيل الجهاز. حاضر يا بيت. نعم. ايه انا المدير. اي خدمه؟ السلام عليكم. وعليكم. نعم. انا طال عمرك صحفي وراسل جريده. وما قال اعرفك. مو هو بنت اللي حشيتني في الجريدة؟ مو هو بنت اللي طالبت بقض مكاننا هذا؟ الله يقض بطلك يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم. راح اشحط غير هالمكان. انا لله وانا اليه راجعون. الله يعظم اجركم. اذرف اذرف. بس ايش بلاك يا اخي؟ انا جاي اعمل تحقيق صحفي عنكم. ممنوع. طيب عن الاخوان؟ طيب عن الدكتور الممرض؟ ممنوع ممنوع، قلنا لك ممنوع، كل شيء ممنوع. متميز؟ معقول يا اخي. الحين انت وينك فيه يوم انك تتكلم عن العدل؟ بعدين انا ما اتعامل معك. طيب ليش؟ انا عندي صحفي يكتب كل اللي انا ابغاه علشان يرفع مستواي عند الناس. يرفع مستواي؟ كيف يرفع مستواك يا اخي؟ يرفع مستواي ولا ينسى الاضافات. يا اخي وش الاضافات؟ فهمني يا اخي.
يا اخي فلسطين ملقوف عاد مو بشغلك بس لا تسال شيء عجيب شيء مذهل طيب يا اخي ليش ما تتعامل معك للصحفيين هذا اللي طولها وهي قصيره اسمع انا رفيقك اؤمن بالنقد الذاتي يعني تقدر انك تهاجم نفسك تسبها تمدحها يعني تنتقدها بس السؤال هو ليش انت كصحفي ما تنتقد نفسك معقول الصحفي ينتقد نفسه نقد ذاتي ما في شيء ممكن ليش لا واعتقد انه حصل قبل كذا في صحفي كتب عن اشياء وجد نفسه غلطان تراجع واعترف على صفحات الجرائد خرطي انك عندك ملتوي شلون ملتوي بالله ملتوي يعني اشياء شخصيه بينك وبين فلان خلاف تهاجمه وتحط كل العيوب فيه وبينك وبين فلتان عداوه او بينك وبين صداقه تمدحها وتنفخها وتحط كل المميزات فيه اعتقد يا اخي ان كل مهنه فيها النزيه فيها الانتهازي وفيها المتسلق وغيرهم يا اخي بس باين منك انت اكثر هذا يؤكد انك ما تقرا غير مقالاتي انا وهذا شيء يسعدني طبعا لكن لو قريت المقالات الثانيه لوجدت اني انا افضل من غيري افضل من غيري وشلون تكون افضل من غيرك وانت حتى اسمي في جريدتكم تغلط فيه يا اخي الغلط مو مني بعدين ليش الحكم الجائر هذا يا اخي انت مقتنع بالكلام اللي تقوله قاطعا الله يقطع قلبك يا شيخ ترك وصلتني شف شف ما قدرت تتحمل النقد اعرف كيف النقد يأثر في الآخرين هل تسميه نقد يا جاهل؟ هل اسمه تهجم؟ لكن ماني بحاط عقلي بعقل مهبول ادرف ادرف بس انسى في فاشل انت مدير مهابيل وأهبل منهم والحق علي أنا لكن ايش أقول مهبول وطبق بعصا طلعوا برا طلعوا برا طلعني طالع لكن إذا ما حسيت بالصحابة ولا تشوف برا طلعوا برا مديرنا كذا نعم عز الله انك اجديت فيه انا لو اني منك تنفلقته انفلقته وينك عادي عنت الزمان وانفزعت لي انا قاعد بلا اشجعك في ذاك اقول قاعد وانت تقول يلا وغلط جرت على الضعيف بهدلته ما يحتاج جرت عليه وعديت فيه بعد وين عود ابجر عليه هزود نعم ايوه مديرنا جر عليه هزود لين تنهبل انت وياه وصير على المدير نعم صح ولا لا والله انت عشان مدير ممتاز اقول ايش بلا على الصحفي ما خلاه يصورنا اي والله انا كان ودي صورتي تطلع في الجريده باي ثمن يا شيخ ما تدرون الصحفي ذا كان كاتب مقاله يهاجم فيها المكان ذا ويقول لازم يقضونه وبعدين قرص على المدير شوي المدير زعم يا رجال خلهم يقضون ذا المكان خلهم يقضون عشان ننتقل واحدة من المباني الزينة جخ ايه جخ وبعدين اذا قضوه وصارت راب علي ليور بستفيد شلون انا اقول لك شلون لا صار تراب بيجيب القلابة حقه اللي عند الباب ايه وبيركب التراب في القلابة ويكبه برضو واحد ضعيف وبيحضر الراعي الارض لين يجي ان جاء يا يعطي قروش يا يدعسه بالقلابة واحدة من قايلين بعدين هو كذا بترزق الله وحنا نرتاح منه. اللي اقول ايش رايكم بالصحفي؟ والله يا المدير حاسس حول مسكين اصيب باحباط مثلي. يا رجال باكر يشرفك حاله احباط جديده لا تخاف. وحنا ناقصنا حاله احباط واكتئاب يا خالد. لا ناقصنا انبساط الشخصيه مثلك. احترم نفسك زعل. انا طبت خاف. ما يزعل يا ابو داود لا تقول له انت تقول له بعد. غن علينا يا سليمان مثل الآدة بس خلي اسمع صوتك الليل يلا لا غير جو يلا أو أنت اللي تغني يا ليلي يا ليلي يا ليل وليل خفيف ومخدر
الله الله استر عليك. شفت شلون؟ سلام يا ابو داوود. يا سلام يا سلام. الا صحيح ورا ما تغني هذا. انا غنيت؟ لا انا اقصد يعني تصير مطرب. مطرب؟ ايه. ما فكرت في الموضوع؟ ليه؟ صوتي مو بزين. لا 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 بس انت عشان عندك حالة احباط. أيوة. صاير ما عندك ثقة في نفسك. نعم. لكن يا شهرون عندي لك. ها. انت غني ترى الناس تحب الطرب. على يدك. ايوه شربها. موافق؟ اصير مطرب؟ ما يحتاج. رفع عليك؟ يلا يلا بس شوي. سم وين؟ ابو داود. ابو داود طلع. شفت ترى تغني في العروس. هي البداية. هي وكل يوم 15 جلسة. نعم. 2000 جلسة. ولا تنسى تاخذني معك. يلا. انت الليلة. اسمع. شوف. سم. انت المطرب. ايوه. وانا المخرج. مخرج؟ ايه. شو له؟ عشان تطلع في التلفزيون. حلو. خلي يغني في الاذاعه اول يا معود. لا انا بختصر الموضوع. سليمان المهبول في التلفزيون. في التلفزيون؟ مره. سليمان المهبول في التلفزيون. التلفزيون. اسمع اسمع لا تنسى لما انك غنيت في التلفزيون. لا تنسى تحط اسمك حتى نعرف من اللي غني. عندنا مخرج. ولا يهمك. يلا اخوي حمد عطنا المسجل. شوف اركب. شوف ثواني ابى اوريك الحين وشلون تسوي الدوبلاج. وشو؟ دوبلاج. ها انت عارف شلون. دوبلاج. 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 لا طبعا معتذرين منه. سم. بس بوريك عملية الدوبلاج. الدوبلاج. ايه. الدوبلاج. تعال في ذبح لي. ذبح. خاطر شادي وش؟ اصبر 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 شوي. ليس غص غص المطرب يمكن. الدوبلاج. شوف. المسلسل حقنا اللي بتنتجه انت. ايه. فاودي انك تشوفه يعني. المسلسل هذا من شركتي. ها؟ نعم. ايه زين.
جبت لي عادل إمام؟ نعم؟ لا والله ما جبت. ولا محمود ياسين؟ ولا محمود ياسين سمع. ولا سعاد حسني؟ سعاد حسني؟ أيوة. لا ونجلة فتحي؟ نجلة من؟ نجلة فتحي، ايش ما تعرفها؟ لا والله الله يستر علينا وعليها، بنت الحلال ما اعرفها. المهم مسلسلك هذا ما في اي حاجة حلوة علشان نخلي الناس يتفرجون عليه. وانا اسمي معروف في السوق وما حد مسلسلك هذا على شوية الممثلين المحليين يخربون اسمي. طيب على العموم انا بقعد هنا واشوف لكم بروفة، اذا والله مسلسلكم معقول مشيت لكم، ما هو معقول ممنوع التصوير. تفضل سمع. تفضل سمع. يلا يا شباب استعداد. استعداد. سليمان جاهز معي؟ جاهز. إضاءة. كاميرا. كله جاهز. تسجيل. استعداد. أكل. رحمك الله. هذه ما أديك والله. أصلاً طلعت سنها أكشن يعني عطسة. يلا يلا من جديد من جديد من جديد من جديد يلا استعداد كله جاهز جاهزين ادبت عندي انا كلمي انا انت حياتي من جديد وين سر انا اقف 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 هاقف هاقف. وش تبيني اقول؟ اقول حدوه حدوه. اسطب هاقف. اي انا هاقف. كل هاقف كل هاقف. يلا ايش بلا ايش بلا وقفنا؟ يا اخي انت ما تصلح مطرب. ليه؟ بس شكلك ما هو مقبول ما هو زين. طيب انت طال عمرك بتناظر في وجهي ولا بتسمع صوتي الرنان؟ المطرب لازم يكون شكله حلو مقبول من الناس يا اخي. طيب ايش رايك اطلع شعري؟ وين وين حق المكياج؟ مكياج مكياج ماسكين على جمالك مهرب مباروكه. شكرا على الله. على العموم نبي نبدا سمع. بس ابيك تراعي شيء واحد. وشو؟ وهو انك يا اخي مطرب ما انت بثور. ثور؟ لا تهاجم الكاميرا كذا. عندي امل. عاطفه عاطفه. ايش ذا؟ تحرك يا اخي تحرك بنعومه كذا يعني. نعومه؟ ايه تحرك بنعومه. اجيب علك. بطلع صدري. طيب على العموم نبدا يا اخوي. نبدا. معي انت؟ معك. صوت إضاءة جاهزين جاهزين جاهز جاهز معي سجاد سم ما دفنت عندي أنا جبت أنا أنت حياتي من جديد وانسى العادات لا يا حبيبي بس جتني تعليمات جديدة ممنوع الملاعب. عمرك تصير تقول لا تصير ثور. وعندي تعليمات أيضا ممنوع الخشونة. أعطاك كرت أصفر. ولو تراني أبغى أصفر في وجهك الحين. شوف سمع. صلح غترتك كذا إنك رايح بتخطب ها. إي زين كذا شوي. كذا خلاص جاهز؟ جاهز. عفوا عندي تعليمات يا حبيبي. الغترة لازم تكون كذا. اجيب لها كوكا. اللي تشوفه اللي اشوفه الشيء والتعليمات اللي عندي شيء ثاني. يلا بنبدا. يلا جاهز؟ جاهزين. يلا استعداد كاميرا انطلت عندي امل عندي امل انت حياتي من جديد وانسى الهدف كل الهدف عندي امل اقف 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 اقف
جاتنا تعليمات جديدة حبيبي، لازم تغني بطاقية زري. ما عندي طاقية زري. ولا أنا بعد ما عندي طاقية. ولا أنا صحيح مدير بس ما عندي طاقية أم جنيه. طيب عندي اقتراح أنا. ليه ما نسجل الأغنية ثم نجيب الطاقية ونصور الحالة وندخلها زي ما يسوون. كروماكي. ما يصلح. ليه؟ لحظة شوف، ممكن الله يخليك الطاقية؟ أمسكها في يدي لو لح. لا شكرا. البس الطاقية زينها على راسك. أيوه. ها الحين مضبوط. الحين أشوف الزاوية. زاوية. اللقطة على الزري. حط أيوه. طلعني كلي. لا لا لا. مباشرة على الزري. على الزري. على الزري. كله. نعم. يلا حبيبي استعداد. كله جاهز. جاهزين. استعداد. حط عندي امل كل الامل هدى حياتي من جديد وانسى العذاب كل العذاب عندي امل كل اقف ما صلحت الطاقية لا بالله ما صلحت انت يعني جاتنا تعليمات يا حبيبي ممنوع تصوير مسلسلنا هذا لأنه ما يصلح يعني شلك شيشك وتوكل الله البيت عليك بس ممنوع تغني ممنوع تخرج ممنوع تصور ممنوع يعني ممنوع طيب خذ استقالتك راح بعبلي لي احسن لك ولا اعتزلت الفن ريحت الناس من صوتك ما تلقى الا في العروس الاصوات هذه راح بلا غنى بلا طرب راح يا اهوان ارفعونا خير ان شاء الله ساعدونا ارفعونا يا اهوان ايوان سعيد ويحب البيان ارفعونا ساعدونا طيب وش اللي طلع برا يا بني ادم ما طلعش بر هنا بنفس المبنى ارفعونا ساعدونا في بيارة حتى في موته مجرف مثل غيرك زين سيد القاضي سم يا حضرات المستشارين والمستشارين انا واحد وانا الثاني روح تفتحي انا قايل لك انثبر لا تحسي لا تقول ولا كلمه وانتم لا مني بغيتكم سالتكم والحين انتبروا بعدكم الى بيكم اشخري يا عفوا فليترافع المدعي العام سيد القاضي إن هذا المجرم المربط هناك مجرم خطير وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة قتل يخرب بيتك وبيت أهلك انت هتلفالي دهان أنا قايل لك لا تحدث يبد عدد بعض من جرائمه ليتهنير المحكمة إن هذا المجرم الخطير نصاب أنا أشهد فهو يبتعد
يعطب وهو ما عنده ما عند جدتي. أقتلك. ها 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 سجل التهديد هذا سجل. أبشر. وفي المحكمة يا الهيسر أربد. يا حضرات القضاة. يا حماة العدالة في كل مكان. إن هذا المجرم يجب أن يعدم. نعم يجب أن يعدم. إن هذا المجرم كان يسوق سيارة القلابي بتهور وتسبب في حادث ذهب ضحيتها أبرياء. أبرياء 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 ماتوا ماتوا. شفتهم بعيونهم ميتين. ماتوا ماتوا ماتوا. أنا قاتل قاتل قاتل. أعدموني ارحموني بالعذاب اللي أنا فيه. أعدموني ارحموني ارحموني. غالي والطلب الخير. حكمنا عليك بالإعدام. أشكرك يا حضرة القاضي. أنت الآن رايحتني. وسنحكم على الدكتور محمود بالإعدام أيضا. الحقيني يمه. لا لك ما في فايدة. اعتبر راسك طارت. وين الشهود؟ ما فيه شهود. إلا فيه شهود. قوموا اشهدوا قوموا. قوموا حللوا رواتبكم وخلوا نطير راس الرجال. اشهد اشهد عندك اياه. ابشر. يلا. بسم الله. يا حضرة القاضي سم. إن هذا الدكتور مجرم بطبع. أنا ما في شك. فهو يتقاضى كشفية أكثر مما يستحق. وين المستشفى اللي بيأخذها مش أنا؟ وبعدين وبعدين أول شيء يرص المريض بتحليل بدون داعي. من أجلي من أجلي من أجل الدراء. يا ويلي ويلي النصار. لا المدير اللي قال لازم المستشفى تكسب طلب علينا نطلب من المرضى أشعة وتحاليل وحاجات ملهاش لازم عشان المستشفى يكسب الهاز. يا حضرة سم. كما أنه لا يعرف كيف يشخص المرض ولا يعرف ما هو الدواء المناسب فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يكتب بدل الدواء عشرة صحيح علشان واحد منهم يصيب. لا لا عقب عقب عز الله انك صدق. اي يا اللي قد صارت معي صارت معك. اي وانا مثلك لين النص. ومثل ما انتم عارفين ان كثرة الادوية المصنوعة من المواد الكيماوية تصيب الانسان بايش بايش بالتسمم. صحيح. ما في عرفتها الوقت الزين. ها اكمل. ما في فايده قايل لك اعدام يعني اعدام. خليك من راسك روح. اعد احمر العظيم وينعش. صح لسانك اقعد اقعد. عطلي عطلي بسم الله. قب قب الشاهد الثاني. ايه ابشر ابشر. جاهزين جاهزين. يلا حط بسم الله.
يعترف؟ نعم. لماذا اعترف؟ قل لنا عنك. لقد ذكر لي أن المسكين سعيد يرحمه الله كان يمشي. يمشي؟ نعم. وراح هذا المجرم فركض منه هاربا، وعند البيان سيد القاضي جدهم مركب. نعم، فسقط في البيارة ومات. حسبي الله عليك. شوف الرجال وشلون تكومت سنه قطوة رز. ونسي سيد القاضي انه في كل مرة يشاهد فيها المرحوم كان يصرخ في وجهه. الله، روعة سيد القاضي، روعة. نعم. وانتم تعرفون سيد القاضي ان المرحوم سعيد كان حساسا وهبه. فكيف المجرم قام يصارخ في وجهه؟ مما حدث المرحوم ان يركض في الظلام ويسقط في البياره، وهذا السبب. والله العظيم وما هو بعيد يا جماعه الخير. اي والله ما هو بعيد. انها المجرم لو انه شاف سعيد الضعيف الله يرحمه صرخ في وجهه وطير عيونه فيه، ثم الحقه وسبقه على البيار وفتش الغطاء ودفه في البيار ثم طبق عليه. مظلوم مظلوم يا بيه. انت بعض الظن قال انك ما في فايده، اعتبر راسك طار بعليقه. يا نهار اسود. سيد القاضي، هل تسمحونني بالدفاع عن المتهم؟ جاءت فرخ القوبعه. وش تبي يا هالشبوط؟ شوف ترى انا بسمح لك، بس ترى ما هو كفو، لا تطولها معه. انا لن اطيل عليكم. اود ان اقول لهيئه المحكمه الموقره ان هذا المتهم ليس بينه وبين المرحوم عداوه، أي ليس هناك دوافع للقتل. لا يا جند. والمرضى اللي ماتوا بسبب سوء تشخيصه كان يعرفهم ولا بينهم وبينه أي عداوة؟ إيه وراك تشنجت. الرجال أفحمك، رد عليه. لم يفحموني يا سيد القاضي. إلا أفحمك ولا أبخص. أود أن أضيف في المحكمة الموقرة أن المرحوم كان منقوفاً، الله يرحمه. الأمر الذي جعله يمشي في الليل في الظلام. يا شيخ الله يلقف سرك، عز الله أنا ما هو بلقف منك أنت. كما أن المقاول المسؤول عن أعمال الحفريات هو المسؤول الأول، لأنه لم يضع حوادث أو أنوار. لا يا مطب، يعني هم المقاولين اللي في الشوارع يحطون حواجز أو أنوار؟ ايضا هم يتسببون في حوادث كثيرة ويجب أن يحاكموا. نعم يا سيد القاضي، يجب أن يحاكموا. صح، وين هم؟ في أعطونا إياهم. أكيد في ناس كثيرة تطيع في البيارات والحفريات وحنا ما ندري. هاتوهم قلدهم. معنى هذا يا سيد القاضي، معنى هذا أن موكلي بريء. ينصر دينك يا بيه. يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل، يحيى العدل. أنتوا طاووس، أنتوا محاميك ذا. ما في فايدة، أنا قايل لك راسك تطير يعني تطير. اكتب ابشر. اقدم المدعو محمود على قتل المدعو سعيد وعليه حكمت المحكمة حضوريا بإعدامه شنقا حتى الموت. رفعت الجلسة وخله ينفعك ويا بنطلونة. راح صلح الرجال من حدك. من كذرك؟ لا يعني لا.
ولا يا زلمه. لا لا الو
إيه؟ أنا سليمان ولدكم. ها؟ صوتي؟ صوتي ما تغير. إيه؟ ها؟ أنا إيه؟ أنا مرد بن حلال. لا تسألوني كيف، لا تسألوني إيه؟ أقول؟ ها؟ أي لحظة، بيعوا البيت روحوا لقيمته. ها؟ الجردوف؟ الطابق السفلي بس؟ طيب الطابق العلوي لا تجرونه، لأني أنا مجري الطابق العلوي. طيب روحوا أي شيء؟ إيه؟ طيب بيعوا عصبون؟ إيه؟ مسنوق؟ إيه؟ باي باي، مع السلامة. يلا على عنواني، ما تغير عنواني. باي باي. يلا وين تكون؟ إيرادتكين حولا. أقول أقول يبا ما تدري الأرض وين معهم؟ الأرض؟ إيه؟ من هنا؟ يا بني أنا بطيح بس ما أدري الأرض وين معهم. لا تطيح تكثر عليك القصاصي. فوق فوق وين معهم؟ فوق؟ فوق من هنا؟ صب تحت من هنا؟ هذول الناس اللي فوق وهذول الناس اللي تحت. يا بني أنا ما أبي الناس، أنا بطيح. الشرق وين معهم؟ انت بتبني ولا تبي تطيح؟ الشرق منا منا الشرق. كم والله طب اقول هلا، انت تعرفك على نفسي. هلا انا صالح ابيع طماطم تايقف. وبعد كفاح وصلت لما وصلت اليه الان. كافحت علشان تصل كذا زنوبه. يا اخي وش فيك يا اخي؟ كلنا شباب. خسي انا وانت شباب. الشباب اللي شرفوا بلدهم هم الشباب. وراك شذا انت يا بوي وراك؟ ما تعرف ظروفي، انا يوم صغير كنت ابيع كراتين. كراتين ايش؟ كراتين فاضيه. وامي كانت تبيع طواقي. ايه وكافحنا الحمد لله، صارت امي تبيع سراويل وصرت انا ابيع طماط. كفاح مثل ما قلت لك، كافحنا لين وصلت الى ما وصلت اليه الان. يا اخي صجيتونا، كل واحد فيكم سواق القرابه والعقار وبيع البير. كل واحد فيكم اذا صار عندك كم قرش حط اعلان في الجريده الى ما وصلت اليه الان. يا اخي وش وصلت له انت؟ صار عندك فلوس؟ ايه طش فلوسك. فلوسك لك، وش ربعت البلد فيه؟ قل لي وراك كذا انت، وراك رحت اعلمك. شوف الانسان لازم يحكي قصه كفاحه علشان الاجيال القادمه تاخذ منها عبره. يا اخي الاختراع والكهرب والاختراع والدواء اللي نشربه والاختراع والطياره ما قارب الى ما وصلنا اليه الان، فمن تكون انت يا بياع الطماط؟ وخر وخر عنا، انا مجاربك. وخر تحمقون انتم، اخر عني انا واقف، انت اللي وخر. لا تقف على الرصيف يسحبونك ولا يحطون ذيك الصبرة. هلا الحقيقة نحن مثلنا بلدنا احسن تمثيل، رفعنا راسه فوق فوق، شرفناها احسن تشريف. لكن يا زين السياحة دق يا مزيكا عندي. اسمر اضر هي القمر، اسمر اضر هي القمر، اسمر اضر نور ضهر ما هي سنة. اسمر اضر هي القمر نور ضهر ما هي سنة. اسمر اضر هي القمر نور ضهر ما هي سنة. الاسمر حلو الحلو اضر، اسمر اضر حلو الله.
تعلم سيادتك يا فندم؟ علمنا. نعم يا فندم. حلو انت يا اسمر جميل صراحة. انت انا ايه يا بيه؟ انا بقول لسيادتك اسمر يا حلو يا جميل. الله يخليك. انا اسمر. ايوه يا حلو انت يا مسمسم. انا ابغى منك تحية يا فندم. تحية من نادي. نادي مين يا فندم؟ نادي الكمخ. ايوه نادي المهبل. تحية من نادي الكمخ لنادي المهبل. نادي المهبل. شوف جايب لك. الله الله الله. ايوه كده يا حبيبي. ايوه عشان تبقى التحية حلوة قوي. نعم سمعني سمعني. اسمعك تحية ما حصلتش. تحية مش تحية. تحية دي جاية بالنقطة الحلوة من نادي الكمخ لنادي المهبل. يا سلام. الحين ما تقول لي يا اخ شلون توعدني انك تعطيني تحية وتغدر بي؟ ها؟ والله انك غشيم وما عندك احساس ولا عندك دم، واللي يسافر معك ثاني مرة غلطان. انا ما عندي احساس ولا دم. اي واذا فيك مدة يد اطلعني برا ولا فيك الحين انت قمت تغلط زي ما ضربنا. اي مع بعض بس امسك حدك انت. ليش؟ لك رجال. انت اللي خلك رجال افتح وجهك. مش عايزين فوضى تهوس. وش قال لك قد علينا؟ روح اتخانوا بعد من هنا قد كل بلاف اشكلكم غلط. وانت فيك ليش تدف؟ انت اللي دف. الحساب يا بهوى. اوف انت هو عادل. اوف خليك عادل. وش هذا واحد حمبص؟ طالبين واحد حمبص. اللي طالب ذولك كله؟ بابا غنوش. انت اللي طالب. الحين ذولي كلها ب 650 انت صاحي. أنا صاحي قوي ومفتح قوي وادفع الحساب اللي قد إيه أحسن وإلا. آه ول 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 700 حقت إيش هذه 700؟ حق الهباب اللي أنت قاعد بتشربه من الصبح. هباب شربناه إحنا شربنا هبابنا. طيب يا حد طلب شيء؟ طيب عاد اصبر. وين ما مكتوب هباب؟ وين قول. نعم. وين مخباتي؟ أهي يا بيه. إيش دراك؟ ما انت كنت بترقط من شوية. انا نقط؟ ايوه يا بي. قربة. الله حارف. معنى حق التاكسي اللي عطيناه؟ ما ادري لكن اذا ما معنى ندقها رجلية. هذا اللي باقي الخير. رطنا. ده ما ينفعش كده. بقى 150. 150 اصبر يا شباب. خذ هذه 150 يلا ريحنا. لا يا حبيبي الحساب 700 من غير البقشيش. اهرش انت الباقي. اهرش؟ ايوه اهرش. شوف الاخوان يمكن يرجعون. شوية جاي شوف. ثالث وش هذا؟ شباب شباب مساء الخير. هلا. اقول هلا هلا ابوي. حييه. ايه بالحاحة. دينا. شلونك؟ خير. اقول معك هروش. روش؟ ايه هروش كان معك هروش. وش هي هروش؟ يبي حساب ورطنا. تبي دراهم؟ ايه. اي سوي روحك شاطر وقاعد تنقص بالالاف برج الحساب. دوري عندي انا وبيع طماط. ايش اسوي اخوك مزنوق بتاكل. مزنوق؟ وبعدين؟ يعني هرش. هرش. عطيك انت يا اخوي. اخونا بلدية؟ بلدية. هرش كم عقروش؟ أما كنت اللي عزمني وراها قلت. ما يا أخي زلك. مزروق مزروق. ولا الدين أنت بس خذ عنوانه خذ عنوانه بدينا لا نضيعه. هرش في يد عقري يد لا نضيع هنا. شكرا. روح ودو ودو. أوديه؟ إيه. من يجيب لي أنا لو وديه؟ خذ يا شيخ خذ الله يرحم والديك. شكوى على الله خذ الساعة عن الباقي يلا. منك منك انت حبيب خذ يا شيخ شرع علي اللي
القط بحب اللي خناه كابتن خناه. انا قايل لكم يا شباب، قايل لكم ديار الله واسعه، بس انتم ما طعتوني. اجتماع طارق ها؟ خير ان شاء الله. اجتماع طارق. اولا يجب ان نحدد استراتيجيتنا على ضوء التغيير الحالي. اعتقد اننا في حاجة الى تكتيك جديد. انا اعتقد اننا لازم. انا لا اعتقد. وفكوني من هالكلام اللي ماني بفهمه، تراكم صجيتوني انا بالذات. اقعد. اولا يجب ان يكون لدينا وضوح رؤية. كيف يكون لدينا وضوح رؤية يا بروفيسور صالح؟ أن يكون لدينا معلومات نبني عليها استراتيجية. لا 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 لا، البركة في الممرض. صح. هذا هو كل ساعة داخل علينا ويعطينا معلومات. لا يا أبو خلود، هذا وأنا أقول أنت صاحي فيهم بعد. حنا في خطر يا شباب، حنا مهددين، لازم نحدد استراتيجيتنا على ضوء التغيير. المسألة فيها تغييرات يا أبو خلود. صح. خلونا صح. نشوف آخرة التغييرات وش هي. صح. انا في خطر. اسمع انت وهو، ايش الحركات اللي بتعملوها دي؟ ايش الحركات؟ خلاص المدير حقيقي دلوقتي، المدير الجديد جاي دلوقتي. بلاش الحركات دي ابدا يا انت. مؤامره مؤامره، غزو فكري غزو فكري. يا سلام يا اخي، يمكن يكون هذا المدير احسن اللي فات، ايش رايكم؟ اهبل غبي. ليش؟ هذه مؤامرة يا جاهل، يبوننا نطيب عشان نطلع من هنا. طيب هذا المطلوب أحسن. لا 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 لا، لا يمكن، أنا أرفض أنا طيب. نعم لا للشفاء، نعم للمرض. أنا بصراحة ودي أطيب وروح لأهلي. لا لا لا، شفاء إطلاقا. اسمعوا، تمسكوا بهبالكم وأيد الهبال. نعم هذه هي استراتيجيتنا الجديدة، يجب أن نرفض أي علاج. أنا اللي عالجني أكسر يده. أنا أفك عيونك. أكل ليه؟ صباح الخير. أنا المدير الجديد. رأس الفتنة. خير وش تبي؟ مرفوض، أي علاج مرفوض. يا وين أمه اللي بيعطيني إبرة؟ لا يمكن أخذ الدواء. لا تتعب نفسك، كان غيرك اشطر. تقوى، اذنب، اطلع برا، قص
فارق، اطلع من هنا. انتم فاهمين غلط الله يهديكم. انتم الان تطلعون من هنا. انا قريت تقاريركم، لقيت حالتكم جيده، لذلك كتبت لكم خروج. هذه هي المؤامره، هذا هو الغزو الفكري. شوف لا تعب نفسك، لا يمكن نطلع من هنا. يا اخوان الله يهديكم، انتم زي ما قلت لكم حالتكم ممتازه. اطلعوا شوفوا بيوتكم، روحوا لاهاليكم يا اخي، عيشوا في المجتمع. انت معبود انت؟ وانت فين نروح؟ ما في بيت الا واللي فيه كلهم متهاوشين. صح، اول ما يقابلك السواق يفتح لك الباب، ثم يطلع عليك السواق بوجهه، ثم يقول لك ما في، ثم يسد الباب. المجتمع، المجتمع الناس تكره بعضها. ما شفت الناس اللي تقف عند الاشاره؟ كل واحد واقف في سيارته ويطالع في الثاني بعين الحاره، يقول بينهم عداوه. والمجتمع اول ما تقعد في جلسه يحشونك الناس تكره بعضها. انانيه وجزع وطمع وبغض وحقد. الناس في الشارع طالع في وجيههم كلهم عبسين، ما تلقى اللي يبتسم. وين رحت العزيمه؟ ما تسمع الا حش. وين رحت للكوره؟ كانك في حرب، كل الرافع بيرقه وداق طبول الحرب. باختصار الناس تكره بعض، واحنا ما نبي نعيش معهم يا يعني. هنا احسن لنا. ما شفت اللي انت طلعت في الشارع يقابلك متهور او مفحط يكون خطر على حياتك. صح، شوفوا الاسعاف، شوفوا المستشفيات، حوادث السيارات تكب، الحرايق تكب، التسمم الغذائي يكب. عالم، عالم مجنون، مجنون. صدقني حنا اعقل منهم، ما نبي نعيش معهم. هنا امل لنا صدقني. باختصار اكثر، في ازمه اخلاق يا اخي. ما في فايده، ما في فايده. انتم لازم تطلعون من هنا، يعني لازم تطلعون من هنا، سامعين ولا لا؟ انتم لازم تغيرون المنظار الاسود اللي على عيونكم، لازم تشوفون الوجه المشرق للحياه، وتتبعون الخير وتبتعدون عن الشر. التغيير مطلوب منكم انتم، ارسموا الحياه بسمه، لازم يكون عندكم تفاؤل. والحين كل واحد ياخذ غراضه ويتوكل على الله. مع السلامه. طيب بنطلع ونجرب ونشوف. حتى لو طلعتونا من هنا بالقوه بنعود. بنعود يعني بنعود، بنعود يعني.